الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بناتي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة يا بنات جيت لكم بوصفة جديدة. وصفة النهاردة للتخسيس وإزالة دهون الكرش والأرداف، تمام؟ الوصفة متكونة من ايه؟ من ليمون مجفف او الليمون اسود اللي هو اللومي، اهو سليم اهو بالشكل ده، واهو لما كسرناه او طحناه، تمام؟ بس هو كسرناه في الاول. لو انت عايزه تجففيه في البيت هتجيبي الليمون اخضر زي ده وتحطيه في الشمس كل يوم لحد اسبوع 7 أو 8 ايام، وبعد كده بينشف، هيبقى بالشكل ده، كل ما تسيبيه هينشف اكتر. بعد كده بتحطيه في الهون وبتطحنيه ويطلع بالشكل ده. هنعمل ايه؟ وصفتي النهارده سهله، متكونه من اللومي ده اللي هو الليمون الاسود وميه سخنه، تمام؟ لا خلاص اللومي ده مش عايزينه، ده اهو هنحط كوباية المية اهي، تمام. بعد كده هنحط الليمون الاسود فيها وندوبهم مع بعض كده، تمام. وبعد كده هنسيبهم لمدة، هتغطيهم طبعا عشان البخار ما يطلعش منها وتفضل محتفظة كده، هتغطيهم بالشكل ده بأي طبق عندك في البيت عشان تفضل محتفظة بالبخار بتاعها وما يطلعش كله برا. او لو عندنا الكوبايات اللي هي الحرارية اللي بيبقى ليها غطاء مخصص ليها، وبتركنيها ربع ساعة عشان المخلوط يكون نزل كل الحاجات اللي فيه والفوائد اكتر اللي هتخسس وتنزل الجسم بطريقة اكبر، وده هيبقى شكلها في الاخر. وبعد كده تشربيها مرة الصبح قبل الفطار بنص ساعة، مرة واحدة بس في اليوم قبل الفطار بنص ساعة، تشربيها كل يوم عادي مفيش منها اي ضرر، تمام. ودلوقتي تكون خلصت وصفتي، ولو عجبتكم عايزاكم تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.